صوت برلمان إيران على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية ليمكن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي اللذين يهيمن عليهما المتشددون من الترشح للانتخابات التي ستجرى بعد حوالي 6 أشهر. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بتاريخ 19 من ديسمبر الحالي عند الساعة 5 لمسافة حوالي 350 مترا ولمدة 5 دقائق. وأوضحت في بيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.